هذا المشروع كان ناتج عن التعرض اللي حصل لنا من قبل الأطراف الدينية كمان المتطرفة، إنه تم الإساءة لنا في بعض المساجد والتحريض علينا في المجتمع. عملنا مشروع يتكلم عن كيفية حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، وعملنا أكثر من 100 شخص يعمل على مناصرتنا. لما جينا نعمل على رسومات الظل، مع الأسف الشديد أجا أحد الأطراف المتطرفة مع قوات عسكرية أو طاقم عسكري تابع لجماعات مسلحة، والتعرض لنا بمسح كل هذه الرسومات الظل، وكتب علينا إنه إحنا منظمات فساد، وتم إشعار في بعض المساجد وخطبة في هذا الموضوع. ومن هنا بدأت علينا التحريضات بشكل أكبر والإساءة في عملنا. أثرت هذه المشكلات طبعا بشكل كبير أكيد على المرأة اللبنانية. إحنا جزء من هذا الموضوع، إنه من الناحية الاقتصادية قلت لدينا الفرص وأصبحت المخاوف كثيرة من قبل الأشخاص إنهم يخلونا نشتغل معاهم أو نعمل معهم، بسبب إنه ممكن يتم التعرض لنا أو يتعرضوا لمخاطر. من ناحية اجتماعية كمان إساءة في السمعة وحملة التحريض هذه اللي تعرضنا لها، وكمان من ناحية أسرية إنه أكيد كثير فتيات مثلي يعني بيتعرضوا إنه ممنوع نروح نشتغل، لازم خلاص نجلس في البيت. هذه المشاكل بتعرضنا بشكل خطير، وبالتالي كان الضرر أكثر مما الفائدة، لأنه هذا التعرض خلانا في قوقعة مقلقة. أصبحنا لا نستطيع التواصل مع الناس بشكل مباشر، ولا نستطيع التحرك بشكل أكبر. طبعا في كثير من الانتهاكات، والانتهاكات هي جزء منها العنف يعني. حملة التحريض بشكل كبير، احنا كمؤسسة وانا كبشرة تعرضت لكثير من حملات التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واخذ صوري وكتابة عنها ان احنا نتبع سياسات معينة او اتجاهات معينة، والاساءة في السمعة كذلك نفسها. كمان ممكن بعض الفتيات او النساء تعرضوا للضرب، تعرضوا للإساءة في السمعة نفسها من قبل مجتمعهم، وهذا خلاهم غير مقبولات في المجتمع أو غير مسموع أصواتهم، بأن المجتمع الذكوري اليوم طاقي بدرجة أساسية، وهذا مما أضعف دور النساء وحق لهم أنهم يعملوا على إضعاف النساء بالإساءة بمجتمعات تفرض عليهم العادات والتقاليد. بالنسبة لدور المجتمع المحلي لمناهضة العنف ضد النساء، طبعا هو في دور، لكن الدور هذا نسبة ضئيلة. وقلنا انه هذا بسبب العادات والتقاليد والسيادة الذكورية اللي حاصلة في المجتمع، وبالتالي ما كانش في دور قوي للمجتمع لمناهضة العنف ضد النساء أو لمناصرتها بشكل كبير حتى يتم التخفيف. طالما نحن اليوم بنشوف في ازدياد في عدد الانتهاكات اللي حاصلة ضد النساء، وهذا يدل على النسبة الضئيلة وضعف المجتمع المحلي لمناهضتها. بالنسبة لموضوع حالة الأمن اللي موجودة في أبيان، طبعا نحن بسبب القوات المسلحة والجماعات المسلحة المتعددة والأطراف السياسية المختلفة، خلينا نقول ما في توحيد جهود في الأمن في أبين، وهذا طبعا بيصعب على النساء أنهم يتنقلوا بشكل آمن، أنهم يروحوا للخدمات زي التعليم أو الصحة. يعني إحنا مثلا ممكن في المدينة نتوجه لمراكز قريبة، لكن النساء البعيدات لا يستطعن الوصول للمراكز خوفا عليهم طبعا، لأنه الأمن والأمان غير مستقر في المحافظة، وما فيش مراكز او ما فيش خدمات قريبه خصوصا للمناطق البعيده. لازم يكون في دعم مناصر قوي لحقوق النساء طبعا من دول الرجال، والذي يفترض انهم يكونوا المساند الاكبر للنساء واعمالهم. ولا ننسى القانون، لان القانون اليوم اذا مش موجود وقادر يحمي دور النساء واعمالهم ويعطاهم حقوقا كامله، هذه مشكلة كبيرة. المجتمع الدولي يفترض يعمل دعم وإسناد وفق الاتفاقيات المتعلقة مثل قرار 1325 واتفاقية سيدا وغيرها من القرارات
اللي بتدعم وجود النساء ومساندتهم لإيقاف هذا التطرف ومنع الانتهاك الحاصل ضدهم. طبعا في برامج بشكل عام تتكلم عن العنف ضد النساء في مؤسسات بس ضئيلة جدا تقدم دعم مالي الطارئ، بتقدم الدعم النفسي. احنا في المؤسسة بنقدم دعم نفسي، وكمان في جهات أخرى بتقدم الدعم القانوني ولكن مش كافي. وهذا بيتكلم عن المنتهكات بشكل عام، لكن أنا يؤيد اليوم أنه لازم يكون في برامج مخصصة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان اللي هم الناشطات بشكل أساسي، خط الدفاع الأول في مجال الحماية للنساء. احنا طبعا مركزين بهذا الموضوع في مجال الدعم النفسي، بنقدمه خدمة مجانية طوعية من قبل هذه المؤسسة. وهذا بس اللي موجود معنا في أبيار، يمكن تواجد في المحافظات الأخرى لكن يسفني في المحافظة عندنا لا يوجد. هذا بدرجة أساسية، أول حاجة أنه لابد أن الرجل يعمل على مساندتها ومناصرة كل الجهود التي تعمل لأجلها. الحاجة الثانية كمان لازم نعمل على تفعيل وتطبيق القانون اليمني المكفل بحق المرأة اليمنية لأن تتواجد في مراكز صنع القرار. ولا ننسى كمان أن النساء أنفسهن لابد أنهم يعملوا على دفع بالنساء المعنيات أنهم يكونوا اليوم صانعات قرار، وأنهم يكون لهم مشاركة سياسية، وأن توجد أيضا في يعني أسس في حوار السلام وغيرها من الأمور المتعلقة في نهضة كبيرة للنساء وخبرات متتالية، وأيضا تاريخ ثري بالقيادة والمشاركة من النساء بشكل كويس. وبالتالي الداعم الأول هو الرجل وتطبيق القانون والدعم الدولي لتواجد النساء في المشاركة السياسية وصنع القرار. اليوم النساء هم مش موجودات في مراكز صنع القرار، وإن وجدوا على شكل هياكل لا تستطيع أن تعمل أي شيء. اليوم معنا يمكن 2 أو 3 في مراكز صنع القرار في المحافظة، ولكن للأسف الشديد لا يعمل شيئا ولا يصدر شيئا. كل السيادة هي للرجال الموجودين في إطار المحافظة، وبالتالي دورها هنا ضعيف. ممكن احنا في المجتمع اليمني أو المجتمع المدني بشكل خصوص قاعدين نضغط وبنساهم في أنه لابد أن توجد النساء، ولكن ما زال في ضعف كبير بعدم تواجدهم، وإذا تواجدوا يجدوا بنسبة ضئيلة وغير صانعة قرار، ولا يوجد لها أي صلاحية بأنها تستطيع تنفيذ قرار معين.